السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. الإطار التنسيقي يكشف حقيقة النية بإجراء انتخابات مبكرة في العراق. كشف الإطار التنسيقي اليوم الثلاثاء حقيقة النية بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وقال النائب عن الإطار جواد البغاني في حديث للصحيفة الرسمية: تجري حاليا اجتماعات غير معلن عنها وتتم في حدود ضيقة جدا للخروج بحلول واقعية مقبولة لكي يوافق الجميع عليها، لا سيما أن جميع الأطراف معنية اليوم كون العملية السياسية أكبر ووضع البلد وصل حد الاختناق، وأكد عدم وجود نية لإعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة.